أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية، موضوع كتير مهم يمكن بالآونة الأخيرة عم نتداوله بشكل كتير كبير، التعليم عن بعد له يمكن إيجابيات كتير كبيرة بالعصر الحديث، يمكن وظروف البلد وجائحة كورونا أثرت بشكل كتير كبير مشان الناس يمكن ما تخسر تعليمها وتبقى متواصلة وعم تمارس تعليمها بشكل مستمر، كان الحل الوحيد التعليم عن بعد أونلاين فينا نقول. صحيح نور، ويعني في كتير أمهات استفادوا، في كتير أبناء استفادوا، وبنفس الوقت يمكن ما استفادوا بالمقابل. يعني اليوم رح نحكي أكثر عن التعليم عن بعد، رح نحكي أكثر عن هي الظاهرة، يعني حتى عم نشوف هلأ بكالوريا أي حدا بده ياخذ دروس إيه بناخذ أونلاين، أسهل للأستاذ قاعد بالبيت وبيفتحوا كاميرات هن وهالطلاب وبيعطيهم دروس، بيوفروا مواصلات وبيوفروا صحيح جهد حتى بالجامعات، يعني تمام الجامعات حتى نشوف. بالجامعات، يعني هي عم تحكي إنه نحن بالجامعات شايفينها، ولكن بالمراحل الإعدادية والابتدائية يمكن خلص خفت هلأ شوي مع يعني مع الطلاب. رح نحكي أكثر عن أهمية التعلم عن بعد، رح نحكي عن المساوئ التعلم عن بعد، وشو هي الأضرار وشو هي يعني القصص الإيجابية. رح نحكي أكثر مع الأستاذ الدكتور طارق السطي، اختصاص معلوماتية. صباح الخير. صباح الخيرات. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحكم. فينا نقول يمكن كثير من الناس بتتفق مع التعليم عن بعد، في كثير من الناس بتقول لك مش كثير منيح التعليم عن بعد. خلينا نحكي بالمطلق، كان له ميزات كثير كبيره وايجابيه خصوصا خلال جائحه كورونا وخلال ظروف الحرب حتى، لانه لما نقول انت بالبيت ممكن عم تاخذ درس، ان كنت بالجامعه او كنت بمدرسه، عم توفر نوعا ما يمكن فينا نقول مواصلات، عم تكون متصل بالعالم الخارجي، وبنفس الوقت يمكن عم تبذل مجهود اقل لحتى تبقى بالمحيط التعليمي بشكل اوسع. خلينا بالبدايه احكي عن التعليم عن بعد. التعليم عن بعد يعني هو قديم من خلينا نقول بلش بالمر القرن الماضي حتى القرن اللي قبله، يكون عباره عن تسجيلات صوتيه بتم ارسالها للطلاب بيسمعوا هالتسجيلات الصوتيه، يعني عم نحكي نحن بالقرن العشرين مثلا. صحيح. انتقلت لحتى مثلا صارت التعليم عن بعد عن طريق المراسله، فكانوا الطلاب مثلا خاصة بالمراحل ما بعد الجامعية، مراحل الماجستير والدكتوراه، فالدراسات العليا الطلاب كانت تحسن تحصل تعمل أبحاثها كل عن طريق المراسلة. صحيح. مع ظهور الانترنت اختلف نموذج التعليم عن بعد، وصرنا نقول التعليم اونلاين او التعليم عن طريق الانترنت. هلا حتى الطريق التعليم عن طريق الانترنت كمان فينا نحكي عن ثلاث نماذج، والنماذج الثلاثه نحن بنقول عنهم في عندنا مثلا تعليم متزامن، في عندنا تعليم غير متزامن، وفي عندنا تعليم هايبرد. التعليم المتزامن بيكون الطالب والاستاذ موجودين من خلال جلسه افتراضيه، الطالب موجود، الطالب والأستاذ موجود، ممكن يكون في جلسة افتراضية، في تفاعل، في كاميرا، في مشاركة للشاشة، هذا بنسميه التعليم المتزامن، بحيث أنه الطالب والأستاذ بيكونوا بنفس الوقت مع المسافات البعيدة. يعني أهم نقطة أو أهم ميزة إجا فيها التعليم عن بعد أنه الطالب والأستاذ فيزيائيا ما بالضرورة يكونوا متواجدين بنفس المكان. عندنا نوع من التعليم عبر الإنترنت هو التعليم الغير متزامن، يعني ممكن المدرس بيعمل كورسات، هاي الكورسات بيرفعها مسجلة، الطلاب بينزلوا هالكورسات يعني بتسمعوها عليها، بتعلموا منها، وممكن يكون بالنهاية في امتحانات بهذا النوع من التعليم. هلا ظهر بعد جائحة الكورونا التعليم بنسميه هايبرد. التعليم الهايبرد انه نحن ممكن نكون الاستاذ قاعد بالصف نظامي بسبوره وبيكتب على اللوح، ممكن يكون في طلاب متواجدين معه بالصف وفي طلاب متواجدين عبر الانترنت. يعني بظروف الكورونا هي ظهرت وظهرت بشكل كثير قوي وبالجامعات، فصار الطالب ممكن يكون موجود، في طلاب موجودة بالصف، في طلاب على الأونلاين، والتفاعل بيكون بنفس المستوى، بحيث إنه الطالب بيحسن يسأل، بيحسن يفتح مايك ويسأل المدرس، فيه يتفاعل معه. فحقيقة عالميا بعد جائحة الكورونا يعني إجمالا حسوا بأهمية بأهمية التعليم عن بعد وبأهمية التعليم عن طريق الانترنت، والا هي موجوده. وحتى نحن تجربتنا بسوريا انه نحن الجامعه الافتراضيه السوريه كانت موجوده من 2003،
واثبتت جدارتها واثبت انه التعليم الافتراضي ممكن يوازي يصل لمرحله بتوازي التعليم الاساسي. دكتور طارق، كمان شفنا كثير من الطلاب ضمن جائحه كورونا يمكن اجوا يزوروا اهلهم، هن بيتعلموا ببلاد برا او بأراني بعيدة، يعني اضطروا يتواجدوا بسوريا وياخذوا دروس أونلاين، ولكن في كتير يمكن صار يعني قصص هي ضعف الإنترنت. هلأ رح نحكي عنها بشكل موسع أكثر ضمن اختصاصك بالمعلوماتية، ولكن خلينا نحكي الأوت من الحصص، يعني عم يسبب خاصة للحصص العملية مشاكل عديدة. عند الخروج فينا نرجع ننضم مرة تانية إلى الصف؟ شو هي التبريرات المسموح فيها عالميا خلينا نقول ضمن الدروس أونلاين؟ شو هو يعني في يمكن قصص فينا نتجاوزها كتعليم أونلاين، وفي قصص لا هي خط أحمر ممكن تؤدي إلى رسوب الطالب؟ فينا نعرف بعض المعطيات يعني الأونلاين؟ هو بالأساس التعليم عبر الإنترنت أو التعليم الأونلاين هو إجا تحت مفهوم التعلم الذاتي. بالتعلم الذاتي الطالب بيحاول، يعني أول شيء هو لازم يكون عنده يعني حب الشيء اللي عم يتعلمه. فالتعلم الذاتي هذا بيعني أنه الطالب الجهد الأكبر عليه لحتى أنه يحسن يتعلم. هلأ أنا درست طالب كان جاي من ألمانيا بفترة الكورونا وعلق هون بالبلد، وكان عنده مواد بالجامعة وساعدته يعني بهالمواد. فعليا كان يحضر جلساته كلها اونلاين، ما كان في شرط انه انت لازم تحضر اونلاين لحتى انك تنجح. جلسات بالمجمل بتكون مسجله، يعني انت اذا ما حسنت تحضرني بهذا الوقت او لسبب من الاسباب صار عندك مشاكل بالانترنت، فانت فيك تحضر الجلسه المسجله. وبس الشرط الاساسي اذا كان عندهم مشاريع او اذا كان عندهم خلينا نقول امتحانات، فهي لازم يعني يمر فيها وينجح فيها. هلا اكيد موضوع الامتحانات عبر الانترنت مشكله كبيره، لانه هن شلون بدهم يعرفوا انه هذا الطالب مثلا هو فعلا اللي عم يقدم هذا الامتحان، وهل هو ممكن عم يستخدم ريسورسز خارجيه؟ في سنه محدده للامتحانات مثلا ممكن تكشف هيدا الشيء؟ هلا مثلا نحن بالجامعه الافتراضيه حلت هالمشكله بوجود مراكز امتحانيه، فالطالب حصرا لحتى يحسن يقدم الامتحان لازم يقدمه ضمن المراكز الامتحانيه واللي هي منتشره حول العالم، يعني حتى صارت موجوده مراكز امتحانيه باوروبا وبالخليج. بس مثل ما حكيت انه نحن عم نحكي عن التعلم على الانترنت هو خلينا نقول تعلم ذاتي. فيعني يفترض المصداقيه تكون من الطالب أكثر، يعني هو حابب هذا الموضوع، حابب يتعلمه فعلا، يكون عنده يعني الرغبه بهذا الموضوع. فاذا كان عنده هالرغبه ما يعني ما بيحاول يروح باتجاه بتلعب دور الرغبه، لانه بدنا نقول اكثر من 50%. ويمكن نحن بالاونه الاخيره كنا نشوف حتى ورشات عمل تدريبيه، فحص مقابله عن طريق الانترنت اونلاين، فكان في لها دور ايجابي كثير كبير. نحن يمكن عم نحكي عن الفتره العمريه اللي هي ما بالجامعه وبعدها، اما بالتعليم الاساسي فينا نقول او التعليم الثانوي قديش بتلعب دور؟ يعني لانه يمكن في اعمار اصغر ما بتقدر تضبطها مثل الكبير، لانه خريج الجامعه او طالب الجامعه او دراسات العليا بنعرف قديش هو ملتزم وحابب يخرج مواد وحابب يدرس، اما نوعا ما هون يمكن كان صعوبه عند الطلاب الاصغر عمريا. هلا الفكره انه نحن يعني من مساوئ التعلم عبر الانترنت هي نقص التفاعل الاجتماعي. فنحن اذا كان طفل صغير مثلا عمره 3 سنين شلون بيتعلم على الانترنت؟ هو ما عنده مثلا الرؤيه شو لازم يتعلم، شو ما عنده الرؤيه والهدف شو هو فعليا. نحن عم نحاربه ما يمسك الموبايل وبنمسك الموبايل ياخذ اونلاين يعني. تماما. فنحن هون بحاجه طفل مثلا بالاعمار الصغيره لهالتفاعل الاجتماعي، يعني ابني بيروح على المدرسه بيلعب مع رفقاته بيكون علاقات اجتماعيه، فهذا الشيء كثير اساسي وكثير مطلوب. فنحن خلينا نحكي مثلا التعليم الاساسي هل ممكن انه نحن يكون عبر الانترنت او هل بنفضل انه يكون عبر الانترنت؟ حقيقه يعني التعليم الاساسي بالذات الـ يعني نحن بنقول صعب كثير انه يتحول يصير عن طريق الانترنت، لانه في اشياء ملموسه ما فيني انا خلينا نقول حولها لشكل من اشكال الكتروني. بجوز نحن كاختصاصنا بمجال البرمجه وبرمجه الكمبيوتر بمجالنا نحن كتير حلو انه نروح اونلاين، بس اما الاطفال مثلا مهاره الكتابه، طب شلون هذا بده يتعلمها؟ مثلا مهاره المخابر الكيمياء، مخابر الفيزياء،
هي مع انه ممكن يكون في سيميوليشن. سيميوليشن يعني هي مجموعه من البرمجيات اللي بيحسن الطالب يستفيد منها لحتى يحاكي الواقع، بس هذا بالنسبه للاعمار الصغيره بتصير صعبه، وحقيقه رح يتحول العبء. وشفناها يعني نحن وقت تحولنا مثلا مدارسنا بالتعليم الاساسي بالذات للانترنت صار العبء على الاهل، يعني الاهل صاروا هن اللي عم يعلموا، هن اللي عم يعلموا. تمام، التجربه بالتعليم الاساسي يفضل لا فعلا، فنحن لا، التعليم الاساسي الطالب هو فعليا بحاجه لمجموعه من المهارات والعلاقات الاجتماعيه اللي ما بيكسبها عبر الانترنت، بيكسبها مثلا بالمدرسه. فهون نحن ما فينا نقول التعليم الاونلاين، بس الى جانب ايجابي كثير طبعا، الى جانب يعني ايجابي. هلا هون ممكن نحن ناخذ الاشياء الهايبرد، مثلا خلينا نقول في كثير بدول العالم بتصير عواصف ثلجيه الاسبوع، طب انا ليش حتى اوقف المدرسه مثلا خلال هالاسبوع؟ ممكن اني استبدلها بيكون يكون في شيء عن طريق الانترنت، بحيث انه الطالب يضل مستمر معنا. ممكن يصير كوارث، ممكن يصير حوادث، فنحن ممكن انه نروح باتجاه الهايبرد. يعني بعض المواضيع اللي نحن فينا ناخذها على الانترنت اوكي ماشي، ممكن مواضيع نظريه، مواضيع تدريبيه، اما في مهارات لازم الطالب يكتسبها. هلا حتى التعليم الثانوي، التعليم الثانوي يعني بتبلش الرؤيه عند الطالب توضح هو شو بده، فممكن يعني نروح اكثر باتجاه الدورات التدريبيه. اما التعليم الجامعي لا، فعليا التعليم الجامعي ممكن بعض الاختصاصات، وخاصه اختصاصنا نحن بمجال البرمجه والمعلوماتيه، ممكن نروح فيه اونلاين ويكون كثير ناجح هي التجربه. دكتور طارق، يعني نحن هيك حكينا بالعموم عن التعلم عن بعد، ولكن في ادوات كثيره لازم تكون متوفره بايدين الطالب. في يمكن الانترنت لازم يكون بيرفكت كثير منيح، كمان لازم يكون قاعد ببيئة مناسبة، يمكن لأنه أكيد حيبين على عدد كبير من النوافذ من الطلاب. خلينا نحكي عن الأدوات، وخلينا نحكي عن حل الإنترنت. يعني لكل الطلاب يلي عم يشوفونا، عنا مشكلة نحن ببلدنا ببطء الإنترنت ببعض الأحيان نتيجة أيضا انقطاع التيار الكهربائي، ولكن خلينا نحكي نحن كيف فينا نقوي الإنترنت، كيف فينا يمكن ما يأثر هذا الشيء إن كان على فحوصاتنا إن كان على تواصلنا وتعلمنا عبر الإنترنت. هلا بشكل أساسي نحن خلينا إذا بلشنا بالأدوات، نحن يعني أنا بدي أتعلم على الإنترنت، شو الأدوات اللي أنا بحاجتها؟ ممكن نقول جهاز كمبيوتر، ممكن يكون لابتوب، ممكن عن طريق الموبايل حتى يصير الحضور، بس يعني اللابتوب كشاشة كأفضل. هلا بالنسبة لسرعات الإنترنت والبرمجيات المستخدمة، كل جامعة لها برمجياتها الخاصة بالجلسات الافتراضية. خلينا نحكي عن التعليم المتزامن، وجلسة افتراضية يعني الطالب بده يكون متواجد مع الأستاذ بنفس المكان. مثلا نموذج الجامعة الافتراضية مقدمة تستخدم برنامج يعني محاضرة كاملة نحن بنسجلها مع طلابنا، بتاخذ بس بين 10 لل 15 ميجا محاضره كامله لمده ساعه. طبعا البرمجيات هي بتستخدم خوارزميات خاصه بحيث انه تعمل اوبتمايزيشن او امثله بتخزين لقطات الصور. يعني انا مثلا عم سجل الشاشه تبع المدرس، انا مالي مضطر اخذ 30 لقطه بالثانيه، فممكن هن بياخذوا لقطه وبياخذوا الديفرنسز بينها وبين اللقطات اللي بعدها، بيرجعوا مثلا كل 30 ثانيه بياخذوا لقطه من الشاشه. هذا يعني بيعمل اوبتمايزيشن، بخفف حجوم الفيديو وبخفف استخدام الانترنت. فكان الحل بالجامعه الافتراضيه مشان تتجاوز مشاكل الانترنت انه نحن البرمجيات اللي عم نستخدمها تكون عم تعمل اوبتمايزيشن بحيث انه يعني تطلع الجلسه. وانا كطالب مشترك فيني ارجع احضر الدرس. طبعا كله مسجل يعني بالانترنت، حتى في كواليتي اشورنس في قسم خاص بالجامعه الافتراضيه بترجع بيراجع محاضرات الاستاذ. يعني نحن مجبرين انه نسجل المحاضرات. السبب الاول انه الطالب ممكن ما يكون متواجد بهذا الوقت لسبب انه هو ممكن يكون عنده شغل، عنده ظروف، فنحن الجلسات بتكون مسجله وبيحسن يرجع الطالب. في تطبيقات بتساعد ممكن يستخدم يعني تسهل. هلا هي هي الفكره انه مثلا الجامعه الافتراضيه عملت عندها تطبيق الخاص. اليوم اذا حكينا عن البرمجيات العالميه المخصصه للجلسه الافتراضيه، مثلا في نظام اي ليرنينج بنسميه اسمه موديل، هذا عنده منظومه اسمها بيك بلو باتون، بتقدم لك صف افتراضي
الطالب بيحضر عنده امكانيه يرفع ايده يشارك بالصوت في خلينا نقول شير سكرين، انا بشارك الشاشه او اذا عندي باوربوينت عندي بي دي اف بحسن شاركه مع الطلاب، فيني افتح كاميرا. يعني حقيقه انا جربته ودخل على الجلسه 150 طالب على سيرفراتنا، كنا عم نجرب نعمل اختبار ودخل على الجلسه 150 طالب وكان الاداء كتير ممتاز ومع سرعه نت. هلا الفكره انه مثلا سرعات النت انا بدل ما افتح كاميرا انا مالي مضطر افتح كاميرا، فتح الكاميرا هو اللي بياخذ باندويت عالي يعني بياخذ من الانترنت تحميل عالي، فانا فيني ما افتح الكاميرا احكي صوت. فبالتالي جربنا على 150 طالب اول ما بلشت الكورونا وكان اداؤه يعني على خط انترنت 512 العادي على الواي فاي كان الصوت مسموع، بس وقت نفتح كاميرا او نعمل شير سكرين بصير في تقطيش. وهون خاصه عند يعني عند الملقي عند المدرس هو اللي لازم يكون عنده سرعه عاليه. هلا في برمجيات عالميه مثل الزوم كثير انشهر بس في حظر عنا بالبلد. صحيح. في جوجل ميت وهذا حقيقه نحن اعتمدناه يعني بس الزوم عم ينفتح في بي ان وهيك في بي ان، بس المشكله بالزوم انه تفتحي في بي ان السرعه شوي بتخف. بس اذا رحنا جوجل ميت يعني اليوم انا اجتماعاتي صارت جوجل ميت يعني بدل ما شخص يجي لعندي او نجتمع بمكان خلاص افتح جوجل ميت وبنعمل ميت. على جوجل ميت انا من خلال تجربتي يعني صوت كاني عم بحكي مع شخص قدامي. فتحنا كاميرا في خوارزميات رهيبه بالفيرتشوال كلاس عندهم والفيرتشوال ميت. فصدقوني يعني الطلاب عم نعمل هلا دورات اونلاين، الطلاب عم يحضرونا، الطالب بيشتغل معي بعطيه محاضره. حتى اكثر من هيك انه في ميزه انه انا فيني هو يعمل للطالب شير سكرين، يعني مثلا بطلب منهم برنامج او بطلب منهم تاسك معينه فبيشتغلها، اعمل شير سكرين بيفتح لي الديسكتوب صلح له وهو على 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 شير سكرين. فحقيقه البرمجيات هن صاروا يشتغلوا على البرمجيات، يعني نحن سرعات الانترنت اليوم حول العالم ممكن مختلفه، فبالتالي يعني بدل ما نروح نحن نشتغل على زياده سرعه الانترنت لا بنروح بنشتغل على البرمجيات اللي هي بتناسب مثلا سرعات النت المنخفضه. نحن يمكن عم نحكي عن الجامعه الافتراضيه قلت بال 2003، يعني تقريبا عم نحكي عن تجربه 20 سنه تماماً. تعليم افتراضي وتطور، يعني هو دائما عم يلحق العصر، فنحن عم نقول في تطور بالتكنولوجيا بشكل كثير كبير. فمن خلال هي التجربه كيف فينا نلخصها نقول قديش كمان بيلعب دور، لانه في ناس من خلال المحافظات، يعني انا ما فيني انزل على دمشق بكون بحما بحلب باي محافظه انا بقدر احضر كل هي المواد. ونحن عم نحكي مش فينا هي 10 سنوات الاخيره، يعني فينا نقول عالم التكنولوجيا والانترنت، لا عم نحكي عن 20 سنه تقريبا. الحقيقه انا بتخيل الجامعه الافتراضيه او التعليم الافتراضي يعني بالبدايه بجوز مثل اي شغله جديده بالبدايه رح تلاقي ممانعه، رح تلاقي خلينا نقول نكران، لا انه لا شو تعليم افتراضي، التعليم النظامي أي افضل اي شيء جديد. بس حقيقه هلا بعد 20 سنه الطلاب هي اللي صارت تطلب. يعني صار في خلينا نقول حتى في ميزات انه ما بدهم عمر محدد وما بدهم كذا تماما، يعني صار في ثقافه معلوماتيه بحيث الجيل اللي طالع جديد. يعني هلا انا مثلا من الاشخاص اللي وقت فتت بلشت اتعلم بالمعلوماتيه كنت بال 99 كنت هلا شاري الكمبيوتر، فكان يعني بالنسبه لنا حلم انه يعني ما لنا شايفينه، يعني هلا بلش كان ينتشر بسوريا. هلا اليوم انا عمر ابني سنه ونص بتلاقي ماسك الموبايل بيقلب بيطلع بيفتح لي يوتيوب، والله يعني سنه وثمان اشهر. هلا هذا ما بحسن انا عامله مثلي، يعني هذا بالمستقبل بعد 20 سنه بجوز يجي يقول انه يا الله شلون كانوا يروحوا على المدرسه ويحضروا دروسهم بالمدرسه. يا اخي يعني تخيل كيف كانوا يروحوا يشربوا قهوه عند بعض. قال هلا بيصير معقول يصير نشرب نسكافيه وقهوه هيك ونعمل زيارات؟ والله عم تصير، يعني عم تصير حقيقه يعني لانه احيانا في عندك مغتربين بالعائله او عالم مسافره فبتعملها، لانه في ميزات كثير كبيره للانترنت. اكيد اكيد يعني يعني اليوم انا الطالب عندي واحد من الطلاب هيك يعني نكته قال لي عندي كلاسيكو، قلت له اختار كلاسيكو
هيك وانت عم تحضرني ايوه شكلي يعني تروحوا يعني عادي. فانه يعني عن جد في هلا نحن وصلنا لمرحله خاصه بازمه المحروقات يعني اللي عم نعيشها، انه انا بيطلب حدا اني اعطي درس لك اخي والله العظيم هلا انا اذا بدي انزل احرق بنزين واطلع افتح كوكيت يعني إيه تمام يعني طبعا. في ميزات كثير كبيره وخاصه بالظروف اللي نحن عم نمر فيها. ولكن هل السؤال انه ممكن يلغي التعليم النظامي؟ هلا بجوز نحن نقول لا، بس الاجيال الجايه مثل ما بس ممكن بعد 20 30 سنه تمام سنة. يعني هلا عم يتجهوا باتجاه الميتافيرس وعم يتجهوا باتجاه يعني التواجد الالكتروني بمكان معين، فهداك الزمن نحن ما بنعرف شو ممكن يصير يعني ممكن ما في نقاهه تاخذ الام بالمستقبل يعني ياخذ مع الدرس بالبيت تمام. فيعني ممكن بالمستقبل شو الترتيب شلون ممكن تتحرك الامور تتسارع نتركها للمستقبل، بس انا حاليا بتخيل انه يعني في توجه كثير كبير ل يعني حلو التعليم الافتراضي وحلو انه نتعلم اونلاين، ولكن كمان انه هيك نلتقي ونشوف بعض ممكن بضل له نكهه غير يعني قد ما تطورنا حلو انه يكون في صحيح. واحد عم يشوف المقابل في خبرات. هلا نحن عندنا بالجامعات الطالب اول ما بفوت بيكون ما بيشبهنا، بس يطلع بتلاقيه انطبع بطبعه جماعه المعلوماتيه مثلا، بتلاقي بتخرج الشاب مثلا عماره هذا بل فورا يعني بياخذ شكل عمار. هي الاشياء هي يعني التعلم او التعليم خلينا نقول مو بس معلومه، خبره، هالخبره بياخذها من اساتذته من رفقاته. فهذا حقيقه نحن هي اكبر سيئه ممكن نقول بالتعليم الاونلاين. يعني شيء كثير مهم بالحياه، ولكن كمان هيك يعني لسه ما تعودنا عليها بشكل صحيح. اكيد نحن بنشجع اي حلول هي بتفيدنا بتطورنا بتقدمنا لقدام. بدنا نشكرك كثير دكتور طارق قساتي اختصاص معلوماتي، شكرا كثير لك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. نتشكرك اكيد دكتور، شكرا كثير. شكرا كثير لكم.